السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة ستة، اخباركم ايه؟ النهاردة بإذن الله هناخد مع بعض الدرس الثاني من الوحدة الرابعة تاريخ، ألا وهو أحوال مصر تحت الاحتلال الفرنسي. أحوال مصر تحت الاحتلال الفرنسي، يلا نشوف. بيقول لي يا شباب، كشف الاحتلال الفرنسي عن أطماعه الحقيقية. الاحتلال الفرنسي لما دخل مصر، نابليون بونابرت حينما دخل القاهرة كشف عن أطماعه الحقيقية، مما أدى إلى تعاظم الروح الوطنية ضد الاحتلال، تعاظم الروح الوطنية ضد الاحتلال الفرنسي، فقام الشعب المصري بعدة ثورات ضده. يبقى لما أسألك ما النتائج المترتبة على ظهور الوجه الحقيقي للفرنسيين في مصر، أو ما النتائج المترتبة على كشف الاحتلال الفرنسي عن أطماعه الحقيقية، تقول لي إيه؟ تقول لي أدى ذلك إلى تعاظم الروح الوطنية ضد الاحتلال، فقام الشعب المصري بعدة ثورات ضده. الشعب المصري قام بعدة ثورات ضد الاحتلال الفرنسي. طيب يا شباب، يعني إيه ثورة؟ إيه هو مفهوم الثورة؟ الثورة يا شباب هي حركة شعبية شاملة. الحركة دي تهدف إلى إيه؟ تهدف إلى تغيير جذري شامل ومنظم للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع. يبقى الثورة هي حركة شعبية شاملة تهدف إلى التغيير الجذري الشامل والمنظم للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع. الشعب المصري قام بعمل ثورة القاهرة الأولى في أكتوبر 1798. قام بعمل ثورة القاهرة الأولى في إمتى؟ في أكتوبر 1798. طيب ليه؟ إيه أسباب ثورة القاهرة الأولى؟ ليه المصريين عملوا ثورة القاهرة الأولى ضد الاحتلال الفرنسي في أكتوبر 1798؟ أول حاجة، لأن الفرنسيين فرضوا الضرائب على المصريين يا شباب. أول الحاجات اللي الفرنسيين عملوها لما دخلوا مصر إن هم فرضوا الضرائب على المصريين. طيب ليه؟ فاكرين نتائج موقعة أبي قير البحرية؟ إن الفرنسيين بدأوا يستخدموا موارد مصر لسد احتياجاتهم، وخاصة ده بعد انقطاع الصلة ما بين الجيش الفرنسي في مصر وما بين فرنسا. فأول حاجة عملوها إن هم فرضوا الضرائب على المصريين. لما أسألك لي أو بما تفسر، تقول لي ليحصلوا على التمويل اللازم بعد تدمير أسطولهم البحري في معركة أبي قير البحرية. يبقى ليه الفرنسيين فرضوا الضرائب على المصريين؟ ها؟ ليحصلوا على التمويل اللازم بعد تدمير أسطولهم البحري في معركة أبي قير البحرية. كمان كان من ضمن أعمال الفرنسيين اقتحامهم للبيوت وتفتيشهم للبيوت. يبقى اقتحام الفرنسيين للبيوت وتفتيشهم لها. كمان هدم أبواب الحارات والمساجد. هدم أبواب الحارات والمساجد. يبقى ايه اسباب ثورة القاهرة الاولى؟ ها، تقولي فرض الفرنسيين للضرائب على المصريين. ليه؟ ليحصلوا على التمويل اللازم بعد تدمير اسطولهم البحري في معركة ابي قير البحرية. كمان اقتحامهم وتفتيشهم للبيوت وهدم ابواب الحارات والمساجد. يبقى دي اسباب ثورة القاهرة الاولى. طيب مركزها ايه؟ ايه مركز ثورة القاهرة الاولى؟ طلعت منين؟ من الازهر الشريف. طلعت منين؟ من الازهر الشريف. بيقول لي ايه احداث ثورة القاهرة الاولى؟ الاحداث يا شباب بدأت بسخط الاهالي على الفرنسيين. سخط وغضب الاهالي على الفرنسيين. طيب نابليون بونابرت
استقبل الثورة دي ازاي؟ استخدم فيها الشدة والعنف في معاملة الثوار. استخدم نابليون بونابرت الشدة والعنف في معاملة الثوار. طيب اثبت، دلل على صحة تلك العبارة، استخدام نابليون بونابرت للشدة والعنف في معاملة الثوار أثناء ثورة القاهرة الأولى. هتقول لي حيث أن نابليون ألقى القبض على زعماء الثورة، ألقى القبض على زعماء الثورة، أعدم 6 من الثوار كانوا من مشايخ الأزهر. يبقى أعدم 6 من الثوار كانوا من إيه؟ كانوا من مشايخ الأزهر، لكن استثنى الشيخ السادات من حكم الإعدام. استثنى الشيخ السادات من حكم الإعدام. طيب ليه؟ بما تفسر استثناء نابليون بونابرت الشيخ السادات من حكم الإعدام؟ لأن نابليون بونابرت كان مدرك لمكانة الشيخ السادات العلمية والأدبية لدى المصريين، فخشي رد الفعل. يبقى لما أسألك بما تفسر استثنى نابليون بونابرت الشيخ السادات من حكم الإعدام، تقول لي لإدراك نابليون مكانته العلمية والأدبية لدى المصريين، فخشي نابليون من رد الفعل. كمان الفرنسيين دخلوا الجامع الأزهر بخيولهم، دخلوا الأزهر بالأحصنة يا شباب، فكان هذا إساءة لحرمة ومكانة الجامع الأزهر. يبقى الفرنسيين عملوا إيه أثناء ثورة القاهرة الأولى؟ إيه رد فعل نابليون بونابرت من الثورة؟ إنه استخدم الشدة والعنف في معاملة الثوار، ألقى القبض على زعماء الثورة، أعدم 6 من الثوار كانوا من مشايخ الأزهر، وتم استثناء الشيخ السادات من حكم الإعدام لإدراك نابليون مكانته العلمية والأدبية لدى المصريين، فخشي رد الفعل. كمان دخول الفرنسيين الجامع الأزهر بخيولهم، كان هذا إساءة لحرمة ومكانة الجامع الأزهر. طيب إيه كانت نتائج ثورة القاهرة الأولى؟ نتائج ثورة القاهرة الأولى: رقم 1، إلغاء ديوان القاهرة. نابليون بونابرت ألغى ديوان القاهرة وأنشأ ديوان جديد. الديوان ده ضم كل الطوائف والعناصر غير المصرية المقيمة في مصر. يبقى من نتائج ثورة القاهرة الأولى اللي حصلت في أكتوبر 1798، رقم 1، إلغاء ديوان القاهرة. نابليون بونابرت ألغى ديوان القاهرة، أنشأ ديوان جديد ضم كل الطوائف والعناصر الغير مصرية المقيمة في مصر. يبقى الديوان الجديد ضم إيه؟ كل الطوائف والعناصر الغير مصرية المقيمة في مصر. كمان من نتائج الثورة فرض الغرامات المالية على التجار والعلماء. يبقى فرض الغرامات المالية على التجار والعلماء. كذلك شرع الفرنسيون في تحصين القاهرة، شرع الفرنسيون في تحصين القاهرة. يبقى نتائج ثورة القاهرة الأولى إيه؟ إلغاء ديوان القاهرة، وتم إنشاء ديوان جديد ضم كل الطوائف والعناصر الغير مصرية المقيمة في مصر. فرض الغرامات المالية على مين؟ على نقط ونقط، على التجار و العلماء. شرع الفرنسيون في تحصين القاهرة. يبقى ثورة القاهرة الأولى ليها أسباب، ليها مركز، ليها أحداث، ليها نتائج. نركز يا شباب عشان سؤال المقارنات، تمام؟ الآن هنتكلم عن حملة نابليون على الشام. نابليون جهز جيش وعمل حملة على الشام. الكلام ده امتى؟ الكلام ده كان في فبراير 1799. طيب يا ترى ليه؟ ايه اللي
خلى نابليون يجهز جيش ويطلع بيه على الشام؟ ايه الاسباب؟ بما تفسر اسباب حملة نابليون بونابرت على الشام في فبراير 1799؟ رقم 1، ارتبطت حملة الشام بنتائج موقعة أبي قير البحرية. ارتبطت حملة الشام بنتائج موقعة أبي قير البحرية. نابليون بونابرت يا شباب حب يرفع من الروح المعنوية شوية عند الجيش الفرنسي، لأن الروح المعنوية دي كانت انخفضت لما عرفوا بضرب إيه؟ الأسطول الفرنسي في معركة أبي قير البحرية. طيب نابليون يرفع الروح المعنوية دي ازاي؟ قرر انه يجهز جيش ويعمل حملة على الشام، منها يرفع الروح المعنوية ومنها يضمن ان مفيش حد هيضرب الحملة الفرنسية في مصر من جهة الشمال، من جهة الشمال، يعني حب يأمن حدود مصر من جهة الشمال بحيث انه يضمن ان مفيش حد هيضرب الفرنسيين في مصر من ناحية الايه؟ الشمال، يعني مفيش هجوم يحصل على الفرنسيين وهم قاعدين في مصر من ناحية الشمال، تمام؟ يبقى لذلك ارتبطت حملة الشام بنتائج موقعة ابي قير البحرية. كمان قيام انجلترا بالتعاون مع الدولة العثمانية بإعداد حملة مشتركة لطرد الفرنسيين من مصر. طبعا نابليون بونابرت أدرك وعرف هذا التحالف وهذا التعاون بين إنجلترا وبين الدولة العثمانية، فكان عايز يعرف إيه رد فعل العثمانيين وإيه رد فعل الدولة العثمانية من الحملة الفرنسية. يبقى لما أسألك بما تفسر حملة نابليون على الشام تقولي حيث أن ارتبطت حملة الشام بنتائج موقعة أبي قير البحرية، بأن نابليون أراد رفع الروح المعنوية لدى الجيش الفرنسي. أدرك نابليون بونابرت للتحالف أو التعاون الذي حدث بين إنجلترا والدولة العثمانية، اتفقوا على إيه؟ على إعداد حملة مشتركة لطرد الفرنسيين من مصر، فأراد نابليون بونابرت أنه يعرف موقف العثمانيين وموقف الدولة العثمانية من الحملة الفرنسية، تمام؟ طيب أحداثها إيه؟ أحداث الحملة قلنا أن نابليون بونابرت أعد جيش بقيادته، أعد نابليون جيشا بقيادته اتجه به إلى الشام. يبقى نابليون خرج من القاهرة، جهز جيش بقيادته، اتجه إلى بلاد الشام، اتجه إلى بلاد الشام، تمام؟ طيب إيه نتائج حملة نابليون على الشام؟ إيه النتيجة؟ فشل ولا نجح؟ فشل حملة نابليون على الشام، الحملة فشل. طيب ليه؟ بما تفسر فشل حملة نابليون على الشام؟ لأنه ما قدرش يفتح عكا، عدم قدرة الحملة الفرنسية على فتح عكا، ده موضع عكا على الخريطة يا شباب. يبقى حملة نابليون على الشام نجحت ولا فشلت؟ ها؟ فشلت. طيب بما تفسر فشلت حملة نابليون على الشام ليه؟ سبب عدم قدرة الحملة الفرنسية على فتح عكا. طب ما قدرش يفتح عكا ليه؟ بما تفسر لقوة أسوارها وبسالة أهلها في المقاومة، لقوة أسوارها وبسالة أهلها في المقاومة. بيقولي كمان إن نابليون بونابرت خسر في حملته على الشام أعداد كبيرة من جنوده، خسر نابليون في حملته على الشام أعدادا كبيرة من جنوده. ليه؟ بما تفسر بسبب تفشي مرض الطاعون بين الجنود، بسبب تفشي مرض الطاعون بين الجنود.
يبقى أحداث حملة نابليون على الشام إنه أعد جيش وجهزه، الجيش ده كان بقيادته هو شخصيا، اتجه به من القاهرة إلى الشام. الحملة دي نجحت ولا فشلت؟ فشل. ليه بما تفسر؟ بسبب عدم قدرة الحملة الفرنسية على فتح عكا. طب ما قدرش يفتح عكا ليه؟ لقوة أسوارها وبسالة أهلها في المقاومة. طيب بيقولي إن نابليون خسر في حملته دي أعداد كبيرة من جنوده. ليه بما تفسر؟ بسبب تفشي مرض الطاعون بين الجنود. فرجع نابليون بونابرت من حملة الشام بعد أن فشلت. نابليون بونابرت رجع من بلاد الشام، لقى الدولة العثمانية إيه؟ ها؟ جهزت جيش وجاءت عن طريق أبي قير. الجيش ده كان بري. الكلام ده كان إمتى؟ في يوليو 1799. فقرر نابليون بونابرت مهاجمة الجيش العثماني، ودارت معركة أبي قير البري. يبقى إيه ظروف الموقع؟ إن عند عودة نابليون من الشام حدثت موقعة أبي قير البري. رجع من الشام ليجد القوات العثمانية البرية أتت عن طريق أبي قير، فقرر مهاجمة الجيش العثماني. طيب إيه أطراف الموقع؟ طبعا الفرنسيون بقيادة نابليون وقصاده الجيش العثماني. إيه نتائج الموقع بقى؟ هزيمة الجيش العثماني وأسر قائدهم. هزيمة الجيش العثماني وأسر قائدهم. يبقى ظروف الموقعة ايه؟ عند عودة نابليون من الشام حدثت موقعة أبي قير البري. يجد قوات عثمانية برية أتت عن طريق أبي قير يا شباب. فقرر مهاجمة الجيش العثماني. كانت ايه النتيجة؟ ها؟ هزيمة الجيش العثماني وأسر قائدهم. في الأثناء دي نابليون بونابرت عارف إن فرنسا بتتعرض لمزيد من المتاعب، فقرر نابليون إنه يسيب مصر سرا. قرر نابليون العودة سرا إلى فرنسا. طيب هيعين مين قائد للحملة الفرنسية في مصر بدلا منه؟ عين كليبر. كليبر يا شباب القائد اللي لما دخل الإسكندرية سابوا على رأس الجيش في الإسكندرية، قائد الحملة الفرنسية في مدينة الإسكندرية. لما قرر نابليون العودة سرا إلى فرنسا، عين كليبر قائدا للحملة الفرنسية في مصر بدلا منه. نذكر الجزء ده كويس جدا يا شباب ونحل عليه أسئلة إن شاء الله. هنعرف كليبر لما أخذ قيادة الحملة الفرنسية في مصر بدلا من نابليون عمل إيه بالظبط، وإيه الأحداث اللي دارت بعد عودة نابليون إلى فرنسا وتعيين كليبر قائدا للحملة الفرنسية. شكرا جزيلا يا سنة ستة. موفقين. السلام عليكم.